أهلا بكم. لماذا لم يتمكن القضاء في العراق الذي أسسه الاحتلال الأمريكي عام 2003 من تحقيق رضا الشعب العراقي بالعدالة والمساواة، وظل ضمن دائرة الظلم والتحيز لجهات سياسية والاتهامات أيضا بالفساد له؟ وما الآثار المترتبة على بقاء منظومة القضاء في العراق رهن إشارة وطلبات سلطة الأحزاب الحاكمة في العراق وميليشياتها الطائفية التابعة لإيران؟ إلى أي مدى يعد مجلس القضاء الأعلى في العراق شريكاً أساسياً في تشريع عملية سياسية غير قانونية؟ ومن هي الجهات المتهمة بالتدخل بالسلطة القضائية من خلال التأثير في قراراتها أو تعيين القضاة الموالين لها والتابعين لها؟ وكيف نقرأ دعوات المنظمات الدولية والإنسانية إلى التحقيق في قضايا انتهاكات لحقوق المعتقلين خاصة النساء ولكن دون جدوى؟ ومن يستطيع إن غاب القضاء العادل في العراق أن ينصف مئات الآلاف من المعتقلين الأبرياء العراقيين الذين تم اعتقالهم بوشاية المخبر السري واستنزافهم ماديا وتعذيبهم بشكل وحشي لانتزاع اعترافات منهم بالقوة؟ نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام أسباب غياب القضاء العادل في العراق وتداعياته على واقع المواطن العراقي. وسيكون معي في الاستوديو السيد شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. مرحبا بك استاذ شاهو. مرحبا، تحياتي لك. وايضا الدكتور رحيم الكبيسي استاذ القانون الدولي ضيفي عبر الهاتف. مرحبا بك دكتور. مرحبتين سمير، مرحبتين لك ولك. اهلا بك دكتور. اذا مشاهدي الكرام نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدا الحوار، كونوا معنا. لم يتمكن القضاء الذي اسسه الاحتلال الامريكي في العراق منذ عام 2003 وحتى الان من رسم صورة إيجابية أو مستقلة له في الشارع العراقي، فتهم الظلم والتحيز لجهات سياسية دون غيرها ظلت مرافقة له على الدوام عبر السنوات العجاف التي حكمت فيها سلطة الأحزاب الفاسدة والميليشيات الطائفية، فإن سلطة القضاء كانت رهن أمر تلك الحكومات وتسير خلف رغباتها في فتح ملفات وإغلاق أخرى، فأزدلت الستار على قضايا كبيرة مع معرفتها بالجنات واكتمال أركان تلك القضايا مثل سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل وغيرها من المدن في عام 2014 وجرائم جامعي مصعب بن عمير وسارية والصقلاوية وملف سرقة الآثار وصفقة الأسلحة الأوكرانية والطائرات الروسية وملف المدارس الإيرانية وجرائم التطهير الطائفية في ديالى وبابل وبغداد وملف الاعتقالات العشوائية. مجلس القضاء الأعلى في العراق يعد شريكاً أساساً في تشريع عملية سياسية غير قانونية ألحقت الضرر الفادح بتاريخ القضاء العراقي حتى أصبح واجهة لتمرير مشروعات الاحتلال والتواطؤ مع القوى والأحزاب لتمرير مصالحها بتشريعات قانونية، على حين يعد حزب الدعوة بزعامة المالكي المتهم الأول في التدخل بالسلطة القضائية بالتأثير في قراراتها أو تعيين القضاء. ويرى عراقيون أن القضاء بوصفه هامشا لعملية سياسية فاسدة منذ عام 2003 لم يجد غير أن يكرر كلمات مشابهة في كل قضايا الفساد والقتل على الهوية، فصار يداهن ويخضع وينافق لخدمة الأحزاب السياسية وفقا لمصالح أنانية لا تمت بصلة لمفاهيم العدالة، فهو لم يستطع أن يقود أيا من كبار رؤوس الفساد إلى المحاكمة العادلة، فكيف له أن يحقق العدالة؟ وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت من قبل إلى التحقيق في قضايا انتهاكات لحقوق المعتقلين ولا سيما النساء، واصفة القضاء في العراق بأنه محطم وبات مصدر قلق، على حين طالب ذوي المعتقلين بمحاسبة القوات الأمنية والقضاة والضباط الذين يستغلون مناصبهم في التضييق على المدنيين الأبرياء واعتقالهم بوشاية المخبر السري على خلفية طائفية والصاق تهم الإرهاب وتعذيبهم بوحشية واستنزافهم وابتزازهم ماليا، بل إن من يحصل منهم على البراءة لا يمكنه الخروج إلا بدفع مبالغ كبيرة. كل ذلك يحصل على مرأى القضاء ومسمعه بل ومشاركته. عندما يتحدث الفلاسفة على أن القضاء والتعليم عمودان مهمان لإقامة أي دولة، نرى الواقع في العراق واقع سيء ومتدهور عندما ننظر فقط
إلى عمود القضاء. أستاذ شاغو، يعني هل تحول القضاء في العراق إلى أداة من أدوات الفساد؟ هل تحول الفساد إلى ثقافة سياسية بدل أن يكون حالة منبوذة؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين جميعا. حقيقة مثل ما تفضلت، لم يقتصر الفساد في العراق على الفساد السياسي، بل تشمل جميع المؤسسات والأطراف والسلطات الرسمية، هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. خلال السنوات الماضية طبعا كانت السلطة القضائية يعني أحد الأسس المهمة لإدامة هذه المنظومة السياسية المنحرفة، وإدامة معاناة المواطنين، وإدامة بقاء دولة ضعيفة غير قادرة على حماية مصالحها وغير قادرة على حماية سيادتها. دائما كان هناك يعني ثلاثي يتعامل أو يتحكم برقاب العراقيين، وهم السلاح الميليشياوي والأحزاب الدينية والقضاء المتساهل مع هذه الأطراف. يعني لو كان للقضاء يعني معايير محايدة ومعايير مستقلة لما نجح الفساد في أن ينخر كل مؤسسات الدولة العراقية. اليوم نحن يعني يستيقظ المواطن العراقي يوميا على ملفات سرقة ونهب أموال الدولة بالمليارات وليس الملايين، يعني من قضية بوابة عشتار إلى سرقة القرن إلى ملفات أخرى الآن تظهر مجددا لسرقة أكثر من 18 مليار دولار. لو كانت هناك مؤسسات حقيقية وخاصة قضائية تعاقب الفاسدين والمتورطين في ملفات الصغيرة لما استطاع هؤلاء أن يفلتوا. ولكن للأسف يعني كما يقال دائما الفلاسفة كانوا يقولون أن القانون يجب أن يكون مثل الموت، يشمل الجميع ولا يكون مثل يعني شبكة العنكبوت يعني يأخذ أو يسيطر على الحشرات الصغيرة بينما الحشرات الكبيرة تتجاوزه هذه شبكة العنكبوت. للأسف في العراق هو النوع الثاني. في العراق القانون لا يستطيع أن يطبق على الكبار، على حيتان الفساد، على المتورطين بالكثير من الجرائم، وأيضا يطبق بصورة مزدوجة. يعني القضاء لم يستطع أن يثبت أنه طرف حيادي يتعامل مع القضايا ببعد أخلاقي ويهتم ببناء دولة حقيقية. يعني خلال تجارب العالم دائما نرى أن تراجع القضاء يؤدي إلى انهيار الأمم، انهيار الحضارات، تراجع الدول، لأن المواطن يجب عليه أن يثق بجهة على الأقل. يعني لو كان الحكومة خصمه يجب أن يكون هناك جهة يلجأ إليه لتحصيل حقوقه. في العراق هذا الأمر غير موجود. يعني عندما يكون هناك مظلمة وعندما يكون هناك حرمان لمواطن من حقوقه لا يستطيع أن يلجأ إلى القضاء، وحتى لو لجأ لا يستطيع أن يأخذ حقوقه. وهذا بالنسبة للقضايا الصغيرة. بالقضايا الكبيرة نرى اليوم يعني يوميا هذه الفضائح التي نسمعها، ولم تعد داخل البعد العراقي فقط بل أصبحت قضايا إقليمية ودولية. جميع وسائل الإعلامية العالمية تتحدث عن هذه الفضائح، ورغم ذلك نرى أن القضاء ساكت، لم يتحرك خطوات جدية. يعني تقصد أن الفساد في العراق تحولت أبعاده من أبعاد داخلية إلى أبعاد إقليمية، هناك دول محيطة مستفيدة من هذا الفساد بلا شك. من هي القوة التي تدعم الفساد في العراق أو المستفيدة من استمرار حالة الفساد في العراق؟ طبعا منذ تأسيس هذه المنظومة كان هناك تأثيرات إقليمية ودولية على هذه المنظومة السياسية، ونرى أن رأينا بوضوح خلال فترة عادل عبد المهدي وتظاهرات تشرين كان هناك اعتراف سياسي بأن الدولة انهارت، ولكن المساعدات أو الدعم الدولي والدعم الخارجي لحكومة عبد المهدي لم تسمح له بأن يترك السلطة أو أن ينتصر الزخم الجماهيري الذي كان وقتها بآلاف المواطنين خرجوا إلى الشوارع. بلا شك هناك أطراف، مثل ما قلنا هناك أطراف داخلية مستفيدة من حالة الفساد ومن حالة تراجع القضاء. نرى أن حتى رئيس مجلس القضاء يعني لا يقتصر دوره فقط على متابعة القضايا القضائية، بل نرى لديه حوارات وجلسات مع أطراف دولية، أطراف خارجية، أطراف سياسية. يعني أصبح جزءا من المنظومة السياسية، ولم يستطع أن يبني منظومة حقيقية تؤسس للعدالة الشاملة وتستطيع أن تواجه الأطراف المنحرفة داخل الدولة. اسمح لي أستاذ شاغو أن أنتقل للدكتور رحيم الكوبيسي أستاذ القانون الدولي. دكتور رحيم، من أسس لهذا الفساد في العراق الذي لم يكن موجودا قبل الاحتلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك سمير وتحياتي لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة في كل دول العالم.
دساتيرها تنص على وجود ثلاث سلطات، سلطة للتشريع تضع القواعد العامة التي تساوى فيها الناس كلها، الناس سواء أمام القانون، وسلطة تنفيذية تنفذ هذه القوانين، وسلطة قضائية. السلطة القضائية في كل دول العالم يفزع إليها من به ظلامة. السلطة القضائية في الدستور العراقي واردة في المادة 87 والمادة 88 تتحدث عن سلطة قضائية مستقلة، مستقلة تتولاها المحاكم جميعا، قضاء دستوري، قضاء إداري، قضاء عادي في رئاسة محكمة التمييز. وهذه السلطة القضائية قضاتها أيضا مستقلون، قضاتها في المادة الثانية القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء. خلينا نشوف ما يجري في العراق مع كل الأزمة. بعد الاحتلال مباشرة ضخ الجهاز القضائي بمجموعة معينة، إما محامي لديه عدة سنوات خبرة بالمحاماة ومنح، لم يدخلوا معهد القضاء، أي لم يكونوا تكوينا قضائيا في هذه الحالة. ومع ذلك هناك من القضاة من قاوم هذه الإغراءات، وأن الإغراءات مادية أو إغراءات وظيفية. ونحن نتحدث عن من بداية الاحتلال إلى 2019 إحصائية 73 قاضي تم اغتيالهم من القضاة ومن المدعين العامين، و 211 من موظفي وحراس المحاكم. إذن هناك من يرفض من القضاة، لكن مع كل الأسف حالتهم ضعيفة، والمسيطر من خلال إما قضاة مهزوزين، قضاة ضعيفي الشخصية، قضاة يقبلون الغشاء مع كل الأسف، أو أن هذه القضاة في هذه الحالة هناك ملفات لا يقتربون منها، هناك ملفات عديدة، ملف سقوط الموصل والصقلاوية والسبايك، كثير من الملفات لا يقترب القضاء منها، يضعها على الرف لكي يتركها لقاضي جديد والأبعد، وأكثر من قضية تؤجل القضية حتى إشعار آخر أو تؤجل الحسم في هذه القضية. لماذا برأيك؟ يعني من هل القضاء يخشى شيئا من أن يموت بهذه القضايا، أم أنه محدد له خطوط يمشي أو يسير عليها فقط ولا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار؟ من حيث النص القانوني، القاضي لا سلطان عليه إلا للقانون، والقانون قواعد عامة مجردة. لكن عندما يجد القاضي من خلال أوراق التحقيق المعروضة أمامه أنه سيصطدم بالميليشيات، تصدم بالمجموعات التي جاء بها الاحتلال بعد 2003، وبالتالي إما يبتعد عنها أو يقضي بما تريده هذه الميليشيات. نحن نعرف من يومين سرقة القرض، هذه السرقة جريمة، وهذه الجريمة لا يمكن التكفل بها. يعني معقولة الدولة تساوم اللصوص؟ هذه ما موجودة. أنا ولم أفهم كيف تم تكفيل هذا الشخص. إذا كل الذين موجودين في السجون العراقية بحسب هذا ما أورده رئيس الوزراء وما أورده قاضي النزاهة يطلق سراحهم بكفالة. الدولة تملك سلطة القهر، فهي لا يمكن أن تساوم إطلاق سياسة سياسة إطلاق السراح بكفالة، سواء كانوا للمختلسين ليس آخرهم ربما المدعو نور زهير جاسم المتهم بسرقة مليارين ونصف مليار دولار من خزينة الدولة. يعني أيضا هناك متهمين بقتل متظاهرين وناشطين أيضا تم إطلاق سراحهم بكفالة. سياسة إخراج المتهمين مع وجود الأدلة وإطلاق سراحهم بكفالة وإلى آخره، هذه السياسة من المستفيد منها؟ من أجل هل هناك سياسة معينة؟ هل هناك أهداف يراد تحقيقها في العراق من خلال هذه الفوضى؟ هناك عناصر تلتقي بطريق او اخر بهؤلاء اللصوص، او هؤلاء اللصوص الصغار هم ظل للقوى السياسيه المسيطره او التي تملك سلطه القرار. هي في هذه الحاله، وبالتالي يطلق سراحها بكفاله. تتذكر جيدا واردت انت في تقديرك جريمه مصعب بن مسجد مصعب بن عمير،
اعترفوا بهذه الجريمة، ونحن في لغة القانون نقول الاعتراف سيد الأدلة. إذا بعد اعترافهم مع كل الأسف يحال الأمر إلى القاضي، لأن القضاء درجات، قاضي ابتدائي، قاضي استئناف، ثم قاضي تمييز. يحال الأمر بعد ذلك إلى قاضي التمييز. قضاة التمييز مع كل الأسف يطلقون سراح المجرم الذي ارتكب جريمة قتل المصلين في مسجد مصعب بن عمير، والتبرير التسبيب لهذه المشكلة أن هؤلاء قد تعرضوا للتعذيب. معقولة الميليشيات تتعرض للتعذيب من قاضي تحقيق؟ وين هذه الموجودة؟ نعم. وأعطوا لنفسي لأنفسهم تبريرا ستكون سبة في تاريخ القضاء العراقي مع كل الأسف لكل الجرائم التي ترتكب. ويخاف القاضي، يخاف القاضي أن يجري برأيه ويكون عقيدته على ضوء المعطيات الموجودة أمامه. نعم. وبالتالي لا يساوم اللصوص ولا يساوم القتلة. نعم دكتور. أستاذ أشاغو، بالانتقال إليكم، يعني سياسة أو منهجية إطلاق سراح المتهمين بقتل متظاهرين وناشطين أو المختلسين لأموال العراقيين بملايين الدولارات أو مليارات الدولارات على هذا النحو، من وجهة نظرك هذه السياسة متعمدة؟ من الذي يضع منهجية هذه السياسة عندما نرى قتلة العراقيين يعني يسرحون ويمرحون، وليس آخرهم ربما قاسم مصلح المتهم بقتل متظاهرين أو ناشطين، وكذلك قتلت المساجد في محافظة ديالى، كذلك المتهمين بقتل متظاهري ثورة تشرين؟ هذه المنهجية من الذي يضعها؟ طبعا القضاء عليه كما قلنا منذ البداية عليه أن يتبع خطا محايدا مستقلا. يعني تفضلتم وذكرتم هناك معايير للقضاء، أن القضاء العراقي لا يقوم بتطبيق معايير موجودة من المفترض أن تكون دولية، ولكن ما هي المعايير التي يعتمد عليها؟ من قام بصناعة هذه المعايير؟ يعتمد على الازدواجية في تطبيق الأحكام والقوانين، وهذا الأمر خطير جدا. يعني نحن عندما نتحدث عن إطلاق سراح مثلا شخص مثل قاسم مصلح، شخص متورط ليس في فقط في قتل المتظاهرين والناشطين، بل في قصف مؤسسات معينة داخل العراق، يعني نشاطات تدخل ضمن المادة 4 إرهاب. ولكن نرى أن هذا الطرف لا أحد يتهمه ب4 إرهاب ويخرج من السجن، والقضاء يقول لعدم كفاية الأدلة. ولماذا هناك على الطرف الآخر آلاف المساجين تم يعني اعتقالهم بتهم كيدية بالمخبر السري، وإلى الآن موجودين داخل السجن، وإلى الآن يعني يتم خلق أدلة ضدهم وهي غير موجودة، يعني أدلة كاذبة يتم خلقها ضدهم، والمتهم المتورط في الجرائم الذي موجود الدليل الحقيقي ضده يتم إزالة هذا الدليل. إذن لا تستطيع أن تعول على هذا القضاء لبناء دولة حقيقية. يعني ما دام هناك ازدواجية في تطبيق القوانين، ما دام هناك بالتأكيد أن الأمر ربما بحسب ما يرى الكثير بأن القضاء هو شرعنا لممارسات حكومية جاءت بعد الاحتلال عام 2003 على يد حكومات متعاقبة، بالتأكيد هناك أهداف سياسية من خلال هذا القضاء، أي أن القضاء استخدم ربما كأداة لتنفيذ هذه الأهداف السياسية. هذه الأهداف السياسية كيف تنظر إليها؟ طبعا بداية يعني إذا بدأنا من الجانب الاقتصادي، إذا تحدثنا عن نور زهير جاسم وإلى آخره، هذا المبلغ 2.5 مليار ليس فقط لشخص واحد، يعني هذا الأمر وخروجه بهذه الطريقة وبكفالة بحجة أنه سيعيد الأموال خلال أسبوعين، يعني أمر مضحك ليس فقط في العراق بل على مستوى العالم أمر يعني مضحك. عصفور كيف الجزور تماما. يعني هذا الأمر يعطيك إشارة بأن هذا الملف ملف سرقة 2.5 مليار، وهنا كلام عن أنه 5 مليار. لا ليس متورط فيه فقط نور زهير بل الكثير من السياسيين والأطراف السياسية والميليشياوية أيضا، وبالتالي هي تدير دفة القضاء، هي التي تؤثر القضاء، هي التي توجه القضاء. القضاء عندما يتخذ هذا القرار يحقق مصلحة هذه الأطراف الفاسدة ويحمي ما أخذوه من أموال. هنا من هذا الجانب. من الجانب الآخر عندما يقوم القضاء بتبرئة شخصيات متورطة في الجرائم، هنا يمنح الحصانة لقادة الميليشيات ويسهل عملية ترسيخ وجودهم داخل المجتمعات التي
تعتبر أنها مجتمعات محررة من داعش، ولكن دخلها هذه الميليشيات التي تمارس تصرفات مثل ممارسات داعش. إذن هي تقدم خدمات للسياسيين، للأطراف الميليشياوية، لرجال الأعمال، للفاسدين عن طريق اتخاذ هذه القرارات. يعني هذه القرارات دكتور ليست عشوائية وليست دون أهداف أو دون مغزى، بل هي جدا مدروسة. وكما أنها تقوم بتبرئة هؤلاء وبتسهيل هروبهم، ولا يقتصر الأمر أمر الفساد على هذا الملفين، وهناك ملفات أخرى لم يتحرك فيها القضاء. يعني لماذا إلى الآن مثلا قضية الموصل إلى الآن لجنة برلمانية وقتها لو عدنا إلى الوراء أدانت نوري المالكي، ولكن القضاء إلى الآن لم يتحرك ولن يتحرك، لأن جزء من المنظومة السياسية التي تسيطر على قرارات القضاء هي التي تتحكم إلى الآن بالمشهد السياسي، وبالتالي هي التي تعرقل أداء القضاء ولا تسمح له بأن يمس أو يقترب من الملفات الحساسة. وبالتالي هذا القضاء أصبح جزءا رئيسيا في تحقيق مصالح أطراف سياسية، أجندة دولية، أطراف ميليشياوية، أطراف لديها سلاح منفلت، وأيضا مصالح رجال الأعمال والفاسدين الذين تغلغلوا داخل الدولة واحتكروا السوق العراقي. وبالتالي هناك عدة أطراف تستفيد من قرارات القضاء، وللأسف يعني غير المواطن العراقي، يمكن الجميع يستفيد من قرارات القضاء العراقي، يعني جميع الأطراف الفاعلة إلا المواطن هو المتضرر من هذه القرارات. إذن اسمحوا لي ضيوف الكرام أن نشاهد سويا مع المشاهدين الكرام هذا التقرير عن الفساد في القضاء، في المنظومة القضائية في العراق، وتداعيات هذا الفساد على واقع المواطن العراقي. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نذكر بعنوان حلقتنا، نتحدث عن فساد المنظومة القضائية في العراق وتداعيات هذا الفساد على الواقع للمواطن العراقي. دكتور رحيم الكبيسي، بالعودة إليك مرة أخرى، إذا غاب القضاء العادل في العراق، من ينصف مئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في السجون والمعتقلات؟ من ينصف ذويهم؟ من الذي ينقذ حياتهم، ينقذ أرواحهم، ينقذهم من هذا الواقع؟ عندما تتحدث المنظمات الإنسانية والدولية وتدعو إلى إطلاق سراح أو إعادة محاكمة لهؤلاء وليس من آذان صاغية، من ينقذهم؟ مع الأسف بالرغم من كما قلت المنظمات الدولية تشير إلى عشرات الألوف من المعتقلين والمعذبين في السجون العراقية، لكن مع كل الأسف الأجهزة القضائية، قضاء من ناحية، والأجهزة الأخرى الموجودة، والكتلة السياسية أو المجموعة التي تتولى زمام الأمور في العراق مرتاحة لهذا الأمر، والأمريكان من ناحية أيضا مرتاحين لهذا الأمر، لا يحادثون ساكنين، في حين أنهم هم الذين أوجدوا هذا النظام السياسي وهم الذين يدافعون عنه. من به ظلامة القضاء الدولي لن ينصفه، لأنه العراق لم يصادق على نظام روما، وبالتالي نبقى أسيرين ننتظر على مساومات القوى السياسية، عفو عام أو غير شيء، لكن غالبية أو أكثر من 90% من الذين يعيشون تحت أقبية السجون أبرياء، تزعت الاعترافات منهم بالقوة، ولو كان هناك قاضي نزيه أو قضاة نزيهين يذهبون إلى هذه الأماكن ليروا ماذا يحدث في مطار المثنى، ماذا يحدث في كل سجون الميليشيات، لها سجون الخاصة. لا اكتشفنا الكثير، مع كل الأسف احنا علمنا الناس الفساد. يعني انت القضاء الدولي، عندما نقول القضاء الدولي، السفير الفرنسي السابق في العراق حكم بتهمة تهريب 400,000 يورو عند عودته من العراق متذرعا، لأن هذه الأموال تم لوساطة بين شركة عراقية حصلت على عقود فرنسية. يعني هذه الدول لم تسكت على هذه جرائم الفساد والاختلاسات، بالرغم من أن الخاسر هو الشعب العراقي. ايضا نتذكر جيدا في بريطانيا محاكمه العناصر التابعه لشركه بريطانيه لارسالها لعب اطفال على اعتبار انها اجهزه لكشف المتفجرات، الذي استوردها وكيل وزاره الدولة تمت ترقيته مره اخرى واصبح محافظا، في حين ان القضاء البريطاني حاسب هذه الشركه. وايضا صفقه السلاح الروسيه، ايضا رئيس الوزراء ووزير دفاعه لم يحال للقضاء، وهم نرونهم الان بعيدين كل البعد عن اي مساءله. اذا القضاء الدولي ينتصر للعراق وينتصر لمصلحه العراق، لكن مع كل الاسف القضاء العراقي اما خائفا، وانا اتصور الغالبيه منهم يخافون هذا الامر، لكن عندما اعطيت انا رقم 73 قاضي ليس قليلا، من 1600 قاضي 73 قاضي تم تهديدهم عندما لم يرضخوا للابتزاز تم اغتيالهم. اخر واحد في شباط الماضي، وهذا القاضي احمد فيصل الساعدي، هذا قاضي محكمه الرصافه المختصه بغسيل الاموال، المختصة بالجرائم الاقتصادية، المختصة بالنزاهة. إذا نشوف النقاط، إذا كل الذين يدعون أن هناك لجان للنزاهة ومحاسبة هؤلاء الذين يغتالون في وضح النهار، أولئك القضاة الذين يرفضون الابتزاز ويرفضون إلا أن ينتصروا للعدالة وينتصروا للقانون. مع كل الأسف المسألة كثيرة، والمسألة تحتاج إلى
أن هذا النظام السياسي الذي جاء به الاحتلال يجب أن ينتهي بقوة وإرادة الجماهير، غير ذلك سنبقى نثور في حلقة مفردة. نعم دكتور. أستاذ شاهو، جرائم التطهير الطائفي، الاعتقالات العشوائية، صفقات السلاح المشبوهة، الفساد في جميع مؤسسات الدولة، الفساد في حتى البنى التحتية، البنى الخدمية في جميع مفاصل الدولة، كل هذا ربما كان الدافع القوي لخروج تظاهرات ثورة تشرين المطالبة بالحقوق، المطالبة بوطن، المطالبة بتحقيق العدالة، المطالبة بتحقيق المساواة. ولكن هذه المنظومة القضائية لا نستطيع أن نقول إنها غائبة، بل هي موجودة، ولكن أقرب توصيف لها مثل ما تفضل الدكتور رحيم الكبيسي أنها أداة استخدمت من أجل الإثراء، الإثراء السياسي. يعني الكثير حتى مواطنون عراقيون يتحدثون وشهود عيان عن أن هناك عناصر في الحكومة كانوا جائعين في سوريا وجائعين في لندن، عندما جاءوا إلى الحكومة في العراق صاروا يتحدثون بمئات الملايين من الدولارات وبالمشاريع وفي فيلل في لندن ومشاريع في الإمارات وإلى آخره، وأيضا أدخلوا الشركات الأجنبية معهم ضمن منظومة الفساد والرشا، وحتى رفعت عليهم دولهم قضايا في المحاكم. في هذا الإطار، بالنظر إلى واقع المواطن البسيط الذي لا يريد سوى حياة كريمة، لا يريد سوى حقوقه في هذا الوطن بثروات وطنه، يريد وطنه أن يكون مزدهرا تحقق فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كيف تنظر إلى واقع المواطن العراقي الذي لطالما يصبو ويريد أن يحقق ذلك ولكن دون جدوى في ظل سلطة الأحزاب؟ طبعا القضاء ليس فقط كان مشاركا في هذه الملفات الجانبية والجزئية كملفات إثراء السياسيين أو إلى آخره. إذا تذكرنا دكتور، القضاء كان له دور حقيقي وفعال في حتى حرف العملية السياسية بطريقة تحقق مصالح طرف على حساب طرف آخر. يعني لو تذكرنا قرارات المحكمة الاتحادية عندما قررت لصالح نوري المالكي على حساب إياد علاوي رغم أن المالكي كان خاسراً. 2010. نعم. كررت ذلك ولم تسمح لمقتدى الصدر أن يشكل الحكومة رغم أنه كان رابحاً في الانتخابات. يعني هذه الممارسات تؤكد لك أن أهمية القضاء بالنسبة للأطراف السياسية الفاعلة وخاصة الأطراف الشيعية التقليدية التي تسيطر على منظومة الحكم وخاصة حزب الدعوة. يعني رأينا اليوم حزب الدعوة أعادت إنتاج نفسه وظهر من جديد من خلال محمد شياع السوداني ومن خلال الإطار التنسيقي، بعد أن كان هناك يعني نفور اجتماعي ونفور مجتمعي ورفض للمواطنين لهذا الحزب الذي تورط بملفات الفساد وتسبب بانهيار العراق. رغم ذلك قرارات القضاء ساهم في إعادة ترميمه وعودته للمشهد السياسي من جديد، وبالتالي القضاء على أحلام العراقيين الذين خرجوا خلال تظاهرات تشرين والاحتجاجات حتى يحدثوا تغييرا يعني يحلمون به على الجانب السياسي والاقتصادي وإلى آخره. للأسف نعود إلى سؤالك، ما هو حال المواطن العراقي يعني في ظل بقاء هذه المنظومة القضائية التي تشرعن جميع ممارسات الحكومات المتعاقبة وحتى وصولنا إلى هذه الحكومة؟ يعني دكتور، رأينا أن بعد استقالة عادل عبد المهدي كان هناك محاولات عراقية لأن ترفع دعاوى عليه في فرنسا. لماذا المواطن العراقي يلجأ إلى فرنسا حتى يرفع دعاوى على؟ لأنه لا يثق بالقضاء في العراق. لا يثق بالقضاء. هذا الأمر يعني معيب جدا، كان معيبا جدا للأطراف السياسية داخل العراق. إذا كانت تشعر لديها شعور وتشعر ولديها أحاسيس وطنية كانت يجب يعني أن تؤدي هذا الأمور إلى تغييرات شاملة، ولكنها لا تحس بأي إحساس وطني. بل يتساءل عراقيون يقولون إننا نهاجر من العراق، نذهب إلى كندا ونذهب حتى إلى أمريكا ونذهب إلى أستراليا وإلى باقي الدول الأوروبية، لأن القضاء في العراق لم ينصفنا. غالبيتهم خرجوا من السجون، كانوا معتقلين، فتم إخراجهم بعد مدة زمنية طويلة وبأموالهم عن طريق الاستنزاف، ولكن هربوا من البلد لأنهم يشكون قضاء غير عادل، قضاء مسيسا، قضاء لا يرحم العراقيين. اسمح لي ننتقل للدكتور رحيم الكبيسي. دكتور رحيم،
بالنظر إلى المنظومة القضائية في العراق التي يصفها العراقيون بالمنظومة الفاسدة التي استخدمت عربة تسير عليها الحكومات من أجل تحقيق الإثراء وتحقيق الأموال على حساب حقوق المواطن العراقي، هل ستستمر هذه المنظومة القضائية برأيك؟ هل ستستمر معاناة العراقيين الذين لا يجدون دارا للعدل ودارا للحكم ينصفهم من يسرق أموالهم ويختلسها على هذا النحو؟ مع الأسف كل المنظومة السياسية بمختلف أطرها التشريعية والتنفيذية والقضائية كل يكمل بعضه الآخر وكل يغطي على فعل الآخر، وبالتالي حتى النزيه منهم لا يستطيع مجاراتهم ولا يستطيع التصادم معهم. يعني الكل السلطة التشريعية مع ما فيها من فساد لن تصدر قانونا ينتصر لخدمات الناس بالناس البسطاء، والسلطة التنفيذية هي التي تنفذ القانون بالطريقة التي تريد في هذه الحالة، وبالتالي لا يمكن أن تحاسب نفسها. والسلطة القضائية بالرغم من وجود قضاة لهم تاريخ وباع طويل لكنهم نأوا بأنفسهم إما لا يريدون التصادم مع هذه السلطة خوفا على عوائلهم ومن ذلك أمثلة كثير، أو أنهم ساروا في هذا الطريق المظلم مع كل الأسف وانتصروا لأهوائهم وشهواتهم وللأموال التي يرتزقون من خلالها. وبالتالي لو طبقنا نظرية من أين لك هذا لا تجد أحد مشترك في هذه المنظومة السياسية إلا وعليه قشرات القضايا. لكن وقع الحال المؤلم، أنا أقول لك إياه، وقع الحال المؤلم للعراقيين بصورة عامة. المحاكم العراقية داخل الوطن أو بالإقليم بالحالتين المحاكم العراقية تنأى بنفسها عن كشف هذه الأسماء أو هذه الأبدان. نتذكر جيدا السوداني، نتذكر جيدا هذا وزير التجارة تعرف سافر إلى لندن عبد الفتاح السوداني، تم جلبه، نقلت قضيته من محكمة إلى محكمة أخرى لأنه لم يستطيعوا شراء ذلك القاضي في بغداد، فذهبوا إلى قاضي في المحافظات الأخرى وتم تكفيله وعاد مرة أخرى إلى لندن. مع الأسف هذا القضاء الأوروبي ينتصر للأوروبي بإذن بلدهم لكنه لا ينتصر للآخر. والمعروف في القضاء نقول إذا نما إلى علم المدعي العام أن جريمة ما قد ارتكبت يتحرك المدعي العام من ذاته دون أن ينتظر. طيب دكتور رحيم، يعني من وجهة نظرك هل هذا الأمر له حل من ضمن الحلول المطروحة؟ ربما يعني أن يكون هناك تجمع من قبل محامين دوليين من أجل كشف الحقائق ووضع حد لهذه المهازل التي تحصل في العراق، سواء بالانتهاكات لحقوق الإنسان أو بتهريب الأموال العراقية أو باختلاس الأموال. بهذا الأمر هل ممكن أم أن هذا الأمر يتحكم به قوى دولية؟ قطرة في بحر. هناك مجموعة العدالة، تجمع لعراقيين موجودة في جنيف، وخاطبت الأمم المتحدة وخاطبت منظمات عديدة، لكن هذا النظام مسكوت عنه في العراق لأنه هذا نظام جاء به الاحتلال، جاءت به أمريكا، والأمريكان لا زالوا راضين عن هذا النظام بالرغم من الجعجعة الإعلامية التي تسمعها. عندما ترفع أمريكا يدها عن هذا النظام يسقط خلال ساعة، لأنه تعرف الآن الخزانة الأمريكية تعرف كل دولار دخل في العراق وخرج في أي مكان. يعرف البريطانيين أن هناك أكثر من 10 مليار باوند استرليني باستثمارات لعراقيين فاسدين موجودة في إنجلترا، لكنه لو كان هناك إنجليزي واحد لتحرك القضاء الإنجليزي مباشرة وألقى القبض على الفاسد. لكن مسكوت عن هذه المجموعات التي سرقت والتي حولت هذه الأموال المسروقة، وهذه جريمة غسل الأموال هذه جريمة دولية لا تسقط بالتقادم. لماذا تسكت هذه الأنظمة أو هذه القوى أو هذه الدول عن هذه الجرائم، عن الجرائم والأموال المنهوبة، ولا تسكت عن
مواطن يحمل جنسيتها الحقيقية وليس جنسية أخرى. أنا تحدثت عن وزير التجارة هو يحمل الجنسية العراقية لكنه يحمل الجنسية البريطانية. عندما أراد أن يشتري أحد الأندية الرياضية قيل له قف أنت فاسد، لكنه موجود الآن في بريطانيا. نعم. ومن ذلك كثير من هؤلاء الذين حاولت أن لم يكن هناك اتفاقيات، وبالتالي هذه الحكومة العراقية لن توقع اتفاقيات تؤدي إلى زعزعة مواقعها في هذه العالم مع كل الأسف. نعم، شكرا دكتور. طبعا سنعود إليكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. استفادت هواية من تجربتي في تلفزيون بغداد. انتقلت من مجال الإنتاج إلى مجال الإخراج، بعمري ما أخذت إجازة حتى يوم الجمعة كنت أداوم. أبرز تجربة كانت فيلم المخلص. أنا أخذ النص أقرأ وأفرغ الشخصيات وأحلل كل الشخصيات. أنا ما أسميه مسرح تجاري، أنا أسميه مسرح جماهيري. مسرحيات جاسم شرف مثلا على تحديدا دائما همنا كان يفكر بهموم المواطن. إذن مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على فساد المنظومة القضائية في العراق وتداعياتها على واقع المواطن العراقي. أستاذ شاغو، يعني القوى الأمنية الرسمية تمارس تجاوزات واسعة في عملية الاعتقالات في السجون وكذلك داخل السجون العراقية. لنأتي إلى هذا الملف، ملف السجون الذي لم يجد حلا منذ عام 2003 وإلى الآن. الكثير من المحللين يرون أن هذا الملف حاله كحال ملف المهجرين، هو مرتبط بأجندات إقليمية يراد لها أن تحقق مخطط التغيير الديموغرافي في العراق. إلى أي مدى ترى أن القضاء أو المنظومة القضائية بعد العام 2003 كانت المعول الفاعل في هدم النسيج المجتمعي العراقي؟ لو تم تطبيق القانون بصورة جيدة وبصورة محايدة كما قلنا من الأسس الحقيقية للقضاء والقانون لما كان هناك هذه الأعداد الهائلة من المساجين داخل السجون، ولما كنا نسمع بآلاف المغيبين. للعلم طبعا أن العراق في صدارة الدول التي تسجل أعداد المغيبين، يعني لا أحد يعرف مصيرهم رغم أننا جميعا نعرف أين هم. أعمال التغييب القسري أو الإخفاء القسري والخطف التي شملت عشرات المواطنين كما بالتزامن مع وجود الآلاف داخل السجون دون توضيح التهمة أو دون يعني وجود دليل يعني يرتبط أو يربط هذه الأطراف الموجودة داخل السجن بجرائم معينة وجعلهم داخل السجن والمماطلة في إطلاق سراحهم، يؤكد أن هناك مغزى من هذا الأمر، هناك هدف يراد أن يتحقق من هذا الأمر. والجميع يعلم التأثير الإيراني كبير جدا على المؤسسات الأمنية وحتى على قرار القضاء، وبالتالي هذا الأمر قد يساهم أيضا في مسك يد القضاء وعدم السماح له بأن يفعل دوره وأن يقوم بالمساهمة في تحقيق العدالة وإخراج هؤلاء الذين يعني يتم محاكمتهم بصورة عادلة. إذا عليهم ملفات عليهم، وإذا هم أبرياء يتم إطلاق سراحهم، على الرغم من أن الحكومة السوداني قررت أن تتعامل يعني حتى مع الموضوع بشكل مضحك عندما قررت أن تضع إيميل للذين تعرضوا للتعذيب أن يتواصلوا مع الإيميل بغية معالجة قضاياهم. يعني بهذا القضية تم تسخيف الموضوع، يعني قضية مهمة مثل التعذيب ومثل تعرض هؤلاء المواطنين لهذه الحالات لا يتم معالجته بهذه الطريقة. وبالتالي يبدو أن حتى الحكومة الجديدة ليس لديها الإرادة الحقيقية والشجاعة الكافية لأن تفتح هذه الملفات. ما الحاجة، ما الفائدة من هذه الحكومة إذا كانت تقول إذا عندكم حاجة اكتبوا في الإيميل؟
كل مواطن عراقي لا يعترف بهذه الحكومة وفعلا يخشى أيضا كيف يقدم ملفات لجهة مجهولة، فليدير الدولة من جانبه من البيت، يعني عندما يقوم بمخاطبة إيميل أو إرسال عبر الإيميل وهكذا. هذا موضوع التغيير الديموغرافي عندما يراه مراقبون أن هذا الأمر قد تحقق بإرادة يعني المحتل الأمريكي، وهو أحد أهداف الاحتلال الأمريكي. فساد المنظومة القضائية كيف خدمت المشروع الأمريكي في العراق؟ طبعا تأسيس ديمقراطية مشوهة، يعني نحن جميعا نتذكر الشعار الأبرز في العراق تأسيس دولة ديمقراطية تكون نموذج في منطقة الشرق الأوسط وقدوة لباقي الدول حتى تكون مثل العراق. الآن نرى أنها دولة مشوهة، لا أحد يعلم ما هي منظومة طبيعة المنظومة السياسية، لا أحد يعرف ما هي وظائف السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، الجميع يعني انحرف عن مساره. هذه الديمقراطية المشوهة هي النتائج هذه السياسات التي رأينا كان هناك تخادم أمريكي إيراني خلال الفترة الأولى، وجميعهم اتفقوا على تكوين هذا الكيان المشوه والذي يعاني العراقيين من تداعياته وآثاره حتى اليوم. ودائما عندما يحاولون تغييره نرى أن هذين الطرفين يتفقون على إخماد الحراك الشعبي، وبالتالي إعادة تأسيس المنظومة من جديد كما فعلوا بعد استقالة عادل عبد المهدي. للأسف هذا الأمر نراه واضحا، وموضوع المعتقلين، موضوع المغيبين، موضوع انحراف القضاء هي نتائج طبيعية لهذا الانحراف الموجود. طيب اسمح لي أن أنتقل للدكتور رحيم الكوبيسي أستاذ القانون الدولي. دكتور رحيم، يعني من الناحية القانونية ما هي الحلول من وجهة نظرك لتغيير هذا الواقع؟ يعني ذوي المعتقلين شفتوا أكثر من مرة ذوي المعتقلين، أنا أعطيك المثل، غالبيتهم أهل التقراوية 715 أهل المناطق العديدة من الموصل، لكنه رئيس الوزراء السابق كاظم تدعى ما يسمى ممثلي السنة وهم كثر، محمود المشهداني والمطلق وسلمان الجميلي وخميس الخنجر، قال لا تفكرون بأبنائكم، أبنائكم تم قتلهم كاملا وأنا مسؤول عن ذلك، وحدد لهم حتى أسماء القتلة. إذن على ذوي المعتقدين الذهاب إلى هؤلاء وتحديثهم على الأقل إن كانوا يؤمنون بدين بالقرآن، هل قال لكم الكاظمي هذا الكلام؟ وبالتالي يتحلقون باعتبارها جريمة رأي عام، يكشفونها أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. هؤلاء كل 725، إذا 725 عائلة موجودة، الكاظمي رئيس وزراء بصفته رئيس وزراء يقول أن هؤلاء لمن يسمون ممثلي السنة أن هؤلاء تم تصفيتهم جسديا وبالتالي لا تفكرون بهم. قالوا له هل نبلغ العوائل؟ قال نبلغ عني هذه العوائل، لكنه مع كل تجبن هؤلاء وكلهم عندما قيل لهم لماذا لا 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 قالوا لا نريد أن نحدث بلبلة في المجتمع الأنباري، لا نريد أن نحدث بلبلة. هذه الآن من الجرائم تهز الرأي العام عندما يتحرك ذوي المعتقلين وهم أصحاب مصلحة حقيقية في كشف عن هذه الجرائم والمجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة. شكرا جزيلا دكتور رحيم الكوبيسي أستاذ القانون الدولي ضيفي عبر الهاتف، وشكرا جزيلا أستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي ضيفي في الأستوديو. مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.